السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكل المتابعين الكرام. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. في هذا الفيديو إن شاء الله راح ناخذ نموذج الاختبار الفصل الثاني في مادة التاريخ والجغرافيا لسنة أولى متوسط. هذا النموذج اللي خذيناه في المتوسطة اللي ندرس فيها راح يكون كتصحيح للتلاميذ تاعنا ويستفادوا منه التلاميذ اللي راهم موجودين في المؤسسات الأخرى. إذن نبدأ في حل هذا الموضوع على بركة الله. في الجزء الأول عندنا مادة التاريخ، وش يقول؟ اشرح المصطلحات التالية. عندنا الليمس، البيزنطيون. الليمس خط دفاعي روماني يتكون من الحصون ومراكز الحراسة لصد ثورات سكان المغرب. البيزنطيون هم الرومان الشرقيون، عاصمة بلادهم بيزنطة التي تحولت إلى القسطنطينية. احتلوا بلاد المغرب من 534 قبل الميلاد إلى 647 ميلادي. التاريخ طرقنا ليه أثناء الاحتلال الثلاثي. جيد، الآن نروح إلى التمرين الثاني. لقد تعرضت بلاد المغرب القديم إلى احتلال ثلاثي، وضح هذا الاحتلال على سلم زمني. عندنا سلم زمني كما راكم تلاحظوا، الرومان نكملوا هنا، عندنا الويندال ثم الاحتلال البيزنطي. عندنا التاريخ الفارغ تاع التواريخ 146 قبل الميلاد 429 ميلادي غاية 534 ميلادي، هنا 647 ميلادي. جيد، هذا كامل عبارة عن أسئلة تحفظ. ننتقل الآن للأسئلة التي تعتمد على الفهم. وضح كيف واجه الأمازيغ هذا الاحتلال مع ذكر مثالين. إذن واجه الأمازيغ هذا الاحتلال بمختلف المقاومات، أبرزها قلك مثالين، ثورة تكفاريناس وثورة يبدأس. نروحوا إلى فسر. فسر سبب نشأة الممالك الأمازيغية وتطور الزراعة عند اللوبيين. يعود نشأة الممالك الأمازيغية سبب تاع النشأة تاعها إلى مواجهة الأخطار الخارجية، معناتها الغزو اللي كانت تتعرض له. إذن تطور الزراعة عند اللوبيين تطورت لأنها كانت توجد وفرة الأراضي الصالحة للزراعة وشساعة مساحتها واعتدال المناخ، بالإضافة إلى استقرار أوضاع اللوبيون أو اللوبيين. ننتقل إلى الوضعية الإدماجية. السياق: إن الحضارة اللوبية البونية حضارة تشهد على مدى رقي وتطور شعوب المنطقة. السندات: شجع الملوك الأمازيغ الانفتاح الثقافي مع الشعوب المجاورة. إن بناء المدن من أبرز مظاهر العمران. إذا التعليمة يقول لك اكتب فقرة من 10 أسطر تتحدث فيها عن الموضوع. الموضوع تاعي هو الحضارة اللوبية البونية ومظاهرها. إذا نتكلموا وضعية هذه بسيطة، درتها برك خفيفة. إن الحضارة اللوبية البونية حضارة تشهد على مدى رقي وتطور شعوب المنطقة، فما هي مظاهرها؟ لقد عرف ملوك الأمازيغ في القديم بالانفتاح الثقافي مع الشعوب المجاورة، مما نتج عنه حضارة متداخلة مع الفينيقيين أي القرطاجيين. عرفت بالحضارة اللوبية البونية مشكلة أمة واحدة التي عرفت ازدهارا في مختلف المجالات، خاصة في القطاع الزراعي التي تنوعت محاصيله كالقمح والزيتون. وأيضا في المجال العمراني ازدهرت المدن، منها قرطاجة، هيبون، ويول إلى آخرهم.
وحتى العمارة الجنائزية برزت في شكل مدافع للملوك كضريح مدراس. أما في الجانب الثقافي، عبر اللوبيون بخط التفنة والأبجدية الكنعانية، فبرزوا أدباء مثل هيمصال الثاني. ومن هنا نستنتج أن الحضارة اللوبية البونية حضارة مميزة بقيت راسخة في أذهان سكان شمال إفريقيا. هذه هي الوضعية الإدماجية. نروح الآن إلى الجزء الخاص بالجغرافيا. قال لك اشرح المصطلحات التالية: عندك الكثافة السكانية والتنمية. الكثافة السكانية هي عدد السكان في الكيلومتر المربع الواحد، أو نقدر نقوله تمثل عدد السكان على المساحة. التنمية هي ذلك النمو والتطور في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية السياسية والثقافية. صنف عوامل التالية في الجدول الموالي. عندي مجموعة من العوامل نصنفها، هل هي اجتماعية أو طبيعية أو اقتصادية؟ السهول، أكيد السهول طبيعية. المرافق العمومية اجتماعية. التجارة اقتصادية. التعليم اجتماعي. موانئ اقتصادي. مراكز صحية اجتماعي. الأنهار طبيعية. ثروات طبيعية طبيعية. هذا هو التصنيف الخاص بهذا الجدول. ننتقل الآن إلى الوضعية الإدماجية الخاصة بالجغرافيا. السياق: طلب منك أستاذك إنجاز بحث حول مشاكل التنمية في العالم المتخلف مع اقتراح حلول لها. السندات: إن النمو السكاني الكبير في الدول النامية يشكل عائقا أمام التنمية. 2- إن التنمية الشاملة تتطلب حلولا واقعية. تعليمة: قال لك اكتب فقرة من 10 أسطر تلخص فيها بحثك. البحث تاعي هو مشاكل التنمية في العالم المتخلف والحلول التي أقترحها. إذا الموضوع تاعي تناولناه أثناء الدرس، راح نحاول نشكله على شكل وضعية إدماجية. إذا التنمية، عندي هنا المقدمة: التنمية عنصر أساسي لاستقرار وتطور الشعوب، لذا تسعى الدول دائما لترقيتها. تعاني الكثير من الدول في العالم وبالأخص الدول النامية من مشاكل في التنمية، أبرزها النمو السكاني الكبير والسريع الذي ترتب عنه مشاكل اجتماعية واقتصادية كانخفاض المستوى المعيشي وضعف القدرة الشرائية، وأخرى اجتماعية كأزمة السكن والنقل والبطالة وتضخم المدن. لذا لابد على هذه الدول اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه المشاكل، كتنظيم النسل وتوعية وإرشاد الأمهات وترقية المرأة والاهتمام بالبحث العلمي والتعليم. وأيضا التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية. شوفوا الحلول اللي اخترعته. روحوا للخاتمة. وفي الأخير ما يسعنا القول أن التنمية في الدول المتخلفة أو الدول النامية لابد أن تكون شاملة حتى تكون سبيلا ناجحا في تغيير هذه الدول نحو الأفضل. هذا هو الموضوع البسيط اللي تناولناه مع التلاميذ تعنا في المتوسطة. إذا وصلنا لنهاية الفيديو. أكيد رح نصور الموضوع ونحطه في الصفحة التعليمية موجودة في الفيسبوك، لتلقاو الرابط تاع الصفحة في صندوق الوصف. إذا بالتوفيق للجميع. دمتم في رعاية الله.